مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الراي، واللي من خلال هذه الحلقة إن شاء الله راح نحاول أن احنا نسلط الضوء على عدة مواضيع مهمة في الساحة البحرينية. لكن قبل لا نعرف فقراتنا وقبل العناوين بنوقف عند تصرف جميل من وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، واللي الصراحة يستاهل أن احنا نرفع عقلنا له. والموقف هو رد سعادة الوزير في موقع تويتر واعتذاره من مواطن بحريني تعرض هذا المواطن للإساءة من قبل موظف يشتغل في وزارة الصناعة والتجارة، والرد مثل ما نشوفه حاليا في الشاشة. اللي سواه سعادة الوزير يعتبر بادرة خير كنا نتمناها من زمان من أغلب الوزراء في البحرين، وهو التفاعل مع قضايا المواطنين وتلمس احتياجاتهم، وهالشيء بالطبع راح يضيف إلى رصيد أي مسؤول وراح يعزز من ثقة الناس فيه، كونه بالطبع يعبر من خلال تصرفه عن احترامه لكل وجهات النظر. مثل هالتصرف من سعادة الوزير نتمنى ان احنا نشوفه من جميع المسؤولين، نتمنى نشوف تفاعلهم مع ما يطرح المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع العلم ان مجرد كم من حرف في تويتر ممكن تحل مشاكل وتنفي اشاعات كثيرة. لذلك مثل هالتحرك نتمنى نشوفه حتى على مستوى حسابات الوزارات الرسمية، ونقول لهم طالما عندكم حسابات اذا تفاعلكم اذا تفاعلكم مهم ومطلوب في جميع الحالات، والجهات اللي ما عندها حسابات نتمنى نشوف لهم تواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الشكر للوزير زايد الزياني، وكل الشكر كذلك لكل مسؤول يعطي اهتمامه للناس من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي. الحين نشوف العناوين ونرجع نكمل. في حلقتنا الليلة بنناقش الجانب الشرعي في مقترح وثيقة الزواج الجديدة. حقيقة عدم الاعتراف بشهادات الجامعات الصينية. مقترح بلدي لإلغاء الإشارات الضوئية. مساكم الله بالخير مشاهدينا. قرينا في عدد من الصحف المحلية مجموعة تساؤلات واستفسارات حول طبعا الوثيقة الجديدة للزواج، واللي تم تقديمها من خلال ندوة أقامها الاتحاد النسائي البحريني، وهذه طبعا وثيقة أثار الناس، أثارها لأنها تعطي الزوجة الحق أنها تطلق نفسها بنفسها متى عاد لما يوصل الحال بين الزوجين إلى استحالة الحياة، مثل عقم الزوج، إدمان المخدرات، استخدامه للعنف الجسدي، عدم الإنفاق، الحكم على الزوج بالسجن أكثر من سنتين في قضايا جنائية، الإدانة في قضية آداب في حال مثلا حتى غياب الزوج وانقطاع أخباره لمدة سنتين من دون اتصال. ومن شروط العقد الجديد أن لازم الزوج يخبر زوجته لما يبي يتزوجها، لازم يقول لها أنه يعني يتزوجها، طبعا مو أن هي يتزوجها هي، لكن في حال رغبته في الزواج من زوجة أخرى لازم يعطيها شعار بذي الموضوع ويخبرها، مع عدم أحقيته في إسكانها مع ضرتها أو شركتها نفس ما احنا نقول في مسكن واحد، وترك مساحة تحمل اسم شروط أخرى تعطيهم المجال أنهم يخلون أي شروط يتفقون عليها بينهم وبين بعض. طبعا مثل ما قلنا في البداية، مثل هذه الأمور الجديدة في عقد الزواج أثارت استياء البعض لأنه شيء غير متعارف عليه. عشان كذي احنا طلبنا رأي الشرع في هذه البنود الجديدة عشان نعرف هل هي فعلا جائزة شرعا أو أن هي غير جائزة، مع العلم أن احنا في برنامج الرأي حاولنا أن احنا نتواصل مع الاتحاد النسائي والجهات المعنية بالوثيقة الجديدة أساس أن احنا يعني يكونون معنا ونتناقش معهم، لكنهم اعتذروا. عموما احنا معنا حين على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود عشان نعرف معه أكثر على هذه المسألة من الجانب الشرعي. مساك الله بالخير دكتور. مساكم الله بالخير والنور، حياكم الله. بداية دكتور طبعا احنا نشكر تفاعلك واستجابتك معنا للمرة الثانية بالمشاركة في البرنامج.
حاضرين الله يسلمكم. دكتور، بكل تأكيد طبعا قريت عن الوثيقة الجديدة للزواج اللي طرحتها جمعية البحرين النسائية، واللي حسب ما ذكر في الخبر أن تم عرضها على عدد من الجهات من بينها المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة، وتم التواصل أيضا مع وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. الحين دكتور، من الناحية الشرعية هل فعلا يحق للمرأة أن تطلق نفسها بنفسها؟ وإذا كان يحق لها هذا الشيء متى يكون وشنهي الشروط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد أحب أن أولا أشكركم وأشكر هذا البرنامج الذي تجاوب مع ما يدور في المجتمع والتواصل مع المختصين في كل المجالات. هنيئا لكم وهنيئا لتلفزيون البحرين بهذا البرنامج. شكرا. بالنسبة لحق المرأة أن تطلق نفسها، الفقهاء يعني أو المذاهب الأربعة عندنا منهم ثلاثة مذاهب لا تجيز للمرأة لا تجيز أن تشترط المرأة تطليق نفسها، لأن لها مجال وهو موضوع الخلع، تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الخلع. والمذهب الحنفي أجاز أن تشترط المرأة أن تطلق نفسها في عقد الزواج، ويعطونها طلقة واحدة فقط وليس ثلاث طلقات. نعم. بالنسبة لقانون الأسرة في البحرين لم نتعرض إلى هذا الموضوع، ويترك الأمر لقناعة القاضي بحسب ما يعني العمل بالراجح في المذاهب التي نص عليها القانون. نعم. طيب دكتور، يعني في رأيك هل الشرع يتفق مع ما تم طرحه في الوثيقة من مبررات للمرأة، خاصة من ناحية السماح للزوجة بتطليق نفسها بنفسها في بعض المواقف، مثل عندما يحكم على الزوج بالسجن لأكثر من سنتين في قضايا جنائية؟ فهل مثل هذه الأسباب تتيح للمرأة فعلا الحق بأنها تطلق نفسها بنفسها، أو حتى مع فترة انقطاع أخبارها لمدة سنتين مثل ما تم ذكره في الخبر؟ هذه القضايا تم معالجتها في القانون، في قانون الأسرة. نعم. يعني كان فيه لازم نفرق بين اشتراط المرأة أن تطلق نفسها وبين هذه القضايا. فالقضايا التي ذكرتيها تم معالجتها في القانون، ومن حقها أن تطلب الطلاق إذا سجن زوجها لفترة محددة حددها القانون، أو كذلك في بعض الحالات التي فيها ضرر على المرأة. يعني القانون أعطاه هذه الحق دكتور. إيه، فبالتالي لا يجب أن نفرق بين الأمرين، لأن حالة مثلا سجن زوجها لا يعني ذلك أنها تطلق نفسها، وإنما ترفع الأمر إلى القاضي، والقاضي إذا تأكد من هذا الموضوع وأثبت وتبين وجود ضرر فبالتالي يطلقها القاضي. صحيح. فهذه قضية تختلف عن قضية اشتراط المرأة أن تطلق نفسها. نعم. وكما قلت إن المذهب الحنفي يجيز للمرأة أن تطلب هذا الطلاق، تطلب هذا الطلاق وتضع هذا شرطا في عقد الزواج، ويعطونها طلقة واحدة. نعم. مذهب واحد من أصل ثلاث مذاهب، غير طبعا لا تجيز ذلك. أربعة مذاهب. نعم. ثلاثة المذاهب الأخرى لا ترى. وعندهم إن هذا الشرط باطل. نعم. طيب عندما الشرط باطل لأنه مخالف للقاعدة العامة، وهو أن الطلاق بيد الرجل. صحيح. طيب دكتور، في البعض طبعا يقول أن الموافقة على هذه الوثيقة ممكن أن يكون السبب في زيادة حالات الطلاق، لأن المرأة بهذا الشكل كأنما تعطي لنفسها التبريرات اللي تخليها تطلق نفسها بنفسها، فهل تتفق مع هذا الشيء دكتور؟ يعني هذه القضية ترجع إلى نفسية المرأة. نعم. وليست النساء كلها على شاكلة واحدة، فقد يكون المرأة يعني لو اشترطت هذا الشرط لا تستخدمه إلا عند انقطاع الوسائل والسبل الأخرى لإصلاح الحالة الزوجية. ولكن أيضا في هناك أناس أو نساء يمكن يتسرعون في
إخاء الطلاق يعني تقول أنه ظلم. نعم فهل موجود؟ صحيح. بالتالي لا نستطيع أن نقول أن المرأة كلها على شاكلة واحدة. أكيد طبعاً. وإنما الأمر يرجع إلى مدى حكمة المرأة في استخدام هذا الحق. نعم. وهذا بيختلف باختلاف الخبرة في الحياة وأيضا بحسب سنوات الزواج والعشرة. نعم. لأن مرور السنين المرأة والرجل كل يعرف منهما الآخر حق المعرفة ويعرف كيف يتصرف معه من أجل مصلحتهما المشتركة ومصلحة الأسرة إن كان لهم أبناء أو أولاد. صحيح. يعني احنا في النهايه طبعا دكتور نقول ان لا نتمنى ان تكون هناك حالات طلاق، ونتمنى ان يكون هذا هو الحل الاخير عندما فعلا يكون في استحاله في الحياه ما بين الزوجين. فضيله الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود، شكرا على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم. تابعون بعد الفاصل حقيقة عدم الاعتراف بشهادات الجامعات الصينية. حياكم الله من جديد. انشرت الصحف المحلية مؤخرا مشكلة لبعض الطلبة والطالبات من البحرين، طبعا بحرينيين، حول رفض وزارة التربية والتعليم معادلة مؤهلاتهم الدراسية اللي حصلوا عليها من جامعات صينية عن طريق المنح اللي قدمتها لهم الوزارة. السادة النواب قدموا مقترح بصفة استعجال خلال جلسة 21 نوفمبر اللي راح بشأن الاعتراف بهذه الشهادات العلمية وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية هؤلاء الطلاب، كونها هي الجهة اللي اقترحت عليهم بالأساس أنهم يروحون هالجامعات الموجودة في جمهورية الصين الشعبية. بس هالمقترح تم رفضه من قبل مجلس النواب في نفس الجلسة، والنواب يقولون كذلك أن الوزارة وفرت منح دراسية للطلبة البحرينيين في الصين وتم ابتعاثهم بناء على هذا الأساس، بس اليوم وبعد ما خلصوا الطلبة دراستهم ما تم اعتماد وتصديق شهاداتهم. بالفعل بسام، يعني وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان ترد فيه على هذه التصريحات وتأكد أنها ما ابتعثت الطلبة إلا للجامعات اللي برامجها الأكاديمية معتمدة ومستوفية للشروط والمعايير المقررة قانونيا واللي تم الإعلان عنها في خطة البعثات السنوية. وفي نفس البيان قالت الوزارة أيضا أنها ما ابتعثت أي طالب لدراسة الطب في البرامج الأكاديمية في الجامعات الصينية اللي التحق فيها الطلبة المشار إليهم في الصحافة، وهذه تماما ما أكدته خلال منبر برنامج الرأي من خلال اتصال هاتفي تم عرضه الشهر اللي طاف. بصراحة بسام ما أعرف شو أقول، لأن الموضوع وايد عود وايد متشعب وفي أبعاد وايد. في الوقت اللي النواب يطالبون باعتماد الشهادات العلمية للطلبة، وزارة التربية والتعليم ترفض الاعتماد، لكن عددهم طبعا بالضبط، يعني اللي صاير في الوسط مين؟ 100 طالب وطالبة من هالجامعات. هالأمية لحينهم ينتظرون مصيرهم ومستقبلهم المتعطل بسبب هذه المشكلة، وهم المتضررين الوحيدين من هذا الأمر كله ومو لاقين له أي حلول تذكر. برنامج الرأي مثل ما قلنا من شوي استمع لوجهة نظر وزارة التربية والتعليم في فقرة خصصناها لعرض هالمشكلة والوقوف على أهم تفاصيلها، لكن نحن اليوم نبي نعرض وجهة نظر ورأي الطرف الثاني من هذه المعادلة الصعبة وهم الطلاب المتضررين، وأيضا معهم سعادة النائب جلال كاظم عضو مجلس النواب، ومعهم بعد الطالبة نور نادر مهدي وعلي عبد النبي عبد الله. مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في الرأي. الله يمسيك بخير ونشكركم على تسليط الضوء على قضية هم الشأن البحريني. هذه واجبنا، ومثل ما احنا استمعنا إلى الطرف الأول مثل ما قلنا نبي نسمع أيضا الطرف الثاني، لكن في البداية خلونا نستذكر أهم النقاط اللي تطرقت لها عفوا وزارة التربية والتعليم على نفس الموضوع في حلقة سابقة من برنامج الرأي، وبعدين راجعين حق ضيوفنا في الاستديو. احنا موجودين
في قسم الإرشاد الجامعي وتقويم المؤهلات العلمية الأجنبية بالوزارة. نعم. لخدمة الطلبة قبل الالتحاق للدراسة بالخارج، لضمان يعطي ضمان مبدئي بأن هذا البرنامج مرخص أو معتمد في البلد المانح للمؤهل. هذا يعطيه ضمان يعني مبدئي بأن هذا البرنامج مصرح وإحنا وجهنا للدراسة له. الوزارة سنوياً تعلن عن خطة الابتعاث وهي موجودة، ممكن حتى ممكن الرجوع لها في أي وقت، لأن هذه خطة ابتعاث لابد أن تكون تتفق مع ضوابط ومعايير اللجنة الوطنية، لأن اللي بيدرس برا باكر بيرجع عشان يعادل مؤهله ليأخذ حقوقه الوظيفية مستقبلاً. نعم. وبالتالي لابد من مراعاة ضوابط ومعايير اللجنة في هذه المؤسسات اللي يبتعث إليها الطلبة. بس يعني حتى في قضية المنح أستاذة هنا، يعني مثلا الوزارة ما تشرف على عملية يعني اختيار الجامعات المناسبة لهؤلاء الطلبة؟ في حال إعطاء الطلبة منح دراسية اللي هي مساعدات مالية، إدارة البعثات توجه الطلبة إلى ضرورة مراجعة القسم، لأن لهم حق الاختيار. أنا ما راح أقيد اليوم للطالب اختيار أي مؤسسة عشان يروح يدرس فيها، لأنها هي تبقى مساعدات مالية، ولكن المسؤولية تقع كاملة على الطالب في أنه هو يختار المؤسسة اللي يرى أن هي تتفق مع ضوابط ومعايير اللجنة الوطنية. نعم. طب هني ذنب من يصير؟ يعني الطالب اليوم لما يجي للوزارة وحصل على هذه المنحة واختار المؤسسة اللي هو يرغب في الدراسة فيها، زين، لم يتم توجيهها ان مثلا هذه المؤسسه خلينا نقول مثلا لن تعتمد شهادتها. وجهنا الطلبه الى برامج الطب في الصين وهي برامج راقيه ومرموقه وليس فيها اي اشكاليه اذا ما تم دراستها للبرامج باللغه الصينيه وليس اللي مخصصه لفئه الوافدين او لفئه معينه. نعم. فتم توجيههم، ولكن لاسباب ما، لتاثير المجموعات مثل ما نقول، بالاضافه الى سهولة المنهج الدراسي. مهام هذه اللجنة فقط معادلة أو تقويم، مهمتها النظر في المخرجات أو الإرشاد قبل الالتحاق، وليس مهمة اليوم نرى حلولاً لهذه الطلبة، لأن هناك مؤسسات أكاديمية ممكن أن تضع حلول. لا يمكن للجنة هي تضع حلول، لأن هي مو الجهة المعنية، أي مو الجهة المعنية اليوم اللي تعطي حلول، ولكن ممكن للطالب أنه يلجأ إلى أي جهة أكاديمية، ممكن يرجع للمرة الثانية للاستشارة. أكيد إحنا بناء على حتى على التقارير اللي وردت لنا أن هؤلاء الطلبة غير قادرين على ممارسة مهنة الطب، غير قادرين، وهذه طبعا المصلحة العامة. الآن اللجنة تضع قيودها على هذه الطلبة، المحتوى إذا لم يكن يحصل على إشراف مباشر من المؤسسة التعليمية، إذا كان لم يحصل على قدر كاف من المحتوى أو لم يدرس المحتوى بالشكل المطلوب، أكيد هناك نقص. في النهاية تحليل البرنامج اللي الطلب يدرسه وجه إلى عدة جهات عندنا في التخصصات الطبية في المجال الطبي، أكدت نقص البرنامج اللي تم دراسته من حيث المحتوى، من حيث الإشراف طبعاً في بعض الطلبة وليس جميع الطلبة، لأن بعض الطلبة تجاوزوا حد الإشراف فخسرت مؤسسة ثانية تشرف عليهم من خارج حتى الصين. وبالتالي حسب التقرير من كذا جهة بيّن لنا أن البرنامج أكيد فيه نقص. نعم. ويحتاج لنسب معينة، يعني لا تتجاوز حتى يعني 40%. نعم. من البرنامج اللي لازم يستكملها الطالب. سعادة النائب، شفنا معاك مقتطفات من الحلقة السابقة واللي فيها أثرنا هذه الموضوع طبعا، وكان فيها مجموعة من التساؤلات ومحاور كثيرة تناولناها، وطبعا حاولنا نستكشف وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع. بس البداية خلينا نعرف شن هي المشكلة بالضبط، نبي نعرف عدد الطلبة، تخصصاتهم، شن اللي صار. في البداية احنا حابين نتكلم بصفة عامة عن الطلبة ولجوءهم إلى مكتب النائب لحل مثل هذه القضايا. اتجهوا تقريبا ما يقارب 6 أشخاص ممثلين عن الطلبة اللي بالصين، فقالوا لي عندنا مشكلة احنا نعاني منها في عدم معادلة الشهادة، وشنو الأسباب وشنو المسببات؟ قلت لهم كم عددكم؟ قالوا لي تقريبا 30 شخص من المتخرجين، وما زال يعني تقريبا 71 ما زالوا قيد الدراسة، يعني المجموع اللي هو 100 وما فوق. ف
فقلت لهم نتمنى إذا كانوا الموجودين الأعداد اللي موجودة في البحرين أن نلتقي معاكم مباشرة بالمستندات والدلائل عشان نستوضح بعض الأمور العالقة في الموضوع. صحيح. نعم. نسمع القصة أيضا منهم تحديدا. طبعا يعني في البداية نشكركم على إتاحة الفرصة إلينا أن استقبلتونا، ومثل ما طرحت وجهة نظر وزارة التربية والتعليم الآن تأخذون وجهة نظرنا وهذا شيء طيب. طبعا احنا نقدر اللجنة، نقدر اللجنة الوطنية ونقدر عملها، وكذلك نقدر كل الشخوص والشخصيات الموجودة في اللجنة، وهذا ما عليه كلام. طبعا طبعا نقاشنا كامل في المحور نفسه في موضوعنا اللي هي عدم حصولنا على المعادلة. نريد فقط نوجه بعض الرسائل قبل أن نبدأ في موضوعنا في الأسئلة اللي راح تتوجه فيها. طبعا في نفس الحوار هذا اللي ورد في بعض المعلومات لعلها شوي غير دقيقة، مو صحيحة، تحتاج إلى تحري الدقة فيها. طبعا خصوصا الشيء اللي يتطرق إلى أهلية المتخرجين، هذا موضوع يمس يعني أنفسنا من داخل، يضر واجد نفسيتنا. علي أنا مقدرة يعني الحالة النفسية اللي أنت فيها الآن، وأن أنت تبي تقول معانا تفاصيل الموضوع، بس خلينا نبتدي قبل ما نروح للنتيجة النهائية ما بعد التخرج، ما بعد سنوات الدراسة، خلينا نبتدي من البداية علي. يعني هل البداية أن أنتم فعلا أخذتوا بما تم إثارته من خلال توجيهكم إلى الوزارة، ورحتوا وخذيتوا من عندهم الإرشاد والتوجيه، وعرفتوا الجامعات اللي يفترض أن تلتحقون فيها؟ خلينا نشوف البداية. طبعا في البداية إحنا كما قيل بأن اعتمدنا على المجموعات، وهذا الشيء غير صحيح. كل شخص توجه بنفسه، وكل شخص تحمل مسؤولية نفسه، وكل شخص راح إلى وزارة التربية والتعليم بنفسه. أنا شخصيا توجهت لوزارة التربية والتعليم في عام 2010. في عام 2010 كان الوزارة تعطينا قصاصة ورقية، هذه القصاصة الورقية تعنى بمؤسسة التعليم العالي للمملكة العربية السعودية. القصاصة فيها ثلاثة أشياء: موقع التعليم العالي للمملكة العربية السعودية، رقم 2 التعليم في الخارج، رقم 3 الجامعات المصابة بها. فالوزارة أخبرتنا بأن إذا كانت الجامعة مدرجة في قائمة الجامعات المصابة بها في هذا الموقع، إذا إحنا تقريبا ما عندنا مشكلة مع الجامعة. فمنها حسينا إحنا باطمئنان بأن خلاص ما في مشكلة، لأن الجامعة موصى بها في التعليم العالي للمملكة العربية السعودية، إذا مملكة البحرين ما عندها مشكلة. كان في شيء مكتوب علي؟ طبعا لا، طبعا يعطونا يعني شروط إلى الالتحاق بالجامعة، وهذه وردت في الصحف المحلية. وردت في الصحف المحلية باسم وزارة الصحة، وردت في الصحف المحلية باسم وزارة التربية والتعليم. في وزارة الصحة أن هي تبحث الاعتراف ببكالوريوس الطب البشري من الجامعات الصينية، هذا يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2010، فذكرت فيها الشروط، وهذه الشروط احنا أخذناها بعين الاعتبار. يعني على سبيل المثال أن تكون الجامعة المانحة للمؤهل حكومية، أن يكون معتمدة ومعترفا بها من قبل الجهة المسؤولة في التعليم العالي في الدولة نفسها، أن تحظى باعتراف منظمة الصحة العالمية. طبعا حاليا ما في شيء اسمه منظمة الصحة العالمية، هي تعترف، هي أوكلت إلى منظمات أخرى كمنظمة فيمر ومنظمة منظمة WFME اللي هي منظمات كندية وأمريكية. فهذه المنظمات أدرجت تخصص الطب في جامعتنا باللغتين، اللغة الإنجليزية واللغة الصينية، فما عندهم مشكلة مع البرنامج من اللغتين. الجهة ذيك نفسها هاي جهة معتمدة عالميا، هذه محل منظمة الصحة العالمية. بس في الوزارة أنت عندك الآن في البحرين يعني نور، إذا سمعتي معنا وشفتي التقرير قبل شوي، تم ذكر أن يتم اعتماد عدد من الجامعات في الصين، وبالفعل هم يقولون أن مستوى الجامعات في الصين مستوى متقدم، وبالعكس إحنا ما عندنا أي إشكالية أن الطلبة يلتحقون، لكن في حالة أن هذه البرامج المقدمة من ذي الجامعات تكون تدرس باللغة الأم الصينية، وما تكون برامجها مختلفة عن برامج المواطنين، يعني ما يكون في برامج خاصة للوافدين وتتميز يعني كبرامج أخرى عن المواطنين، فهل هذا شيء أنتم خليتوه في بالكم؟ شوفي إحنا صحيح إن دراستنا كانت بالإنجليزي، بس احنا من بداية السنة الدراسية لين نهاية كان دائما يكون عندنا مواد صينية، وعندنا شيء امتحان اسمه الـ HSK، هاي الشيء لازم ندرسه وننجح فيه قبل امتحان قبل ما ندش السنة سنة الامتياز. عرفتي؟ فإذا احنا ما نجحنا فيه احنا أساسا ما نقدر ندش سنة الامتياز في الصين نفسها. فهاي شيء مو صحيح، احنا هم نعرف اللغة الإنجليزية وهم اللغة الصينية.
احنا بس نبي نرد على يعني حتى اضيف بس على هذا الموضوع. نعم تفضل. اذا ممكن طبعا لم يرد اي قرار يحدد اللغه التي يجب ان يدرس بها الطالب تخصصه في الجامعات الاجنبيه، ولذلك فان كل الجامعات الصينيه التي تخرج منها طلبه بحرينيين درسوا باللغه الانجليزيه وتم الاعتراف بجامعاتهم. نعم كل الجامعات الصينيه اللي تخرجوا منها تم الاعتراف بهم. ايضا تفضل. على موقع الشروط في وزاره التربيه ايضا ذكرت بعض الشروط والضوابط الموجوده ان تكون الجامعه ببرنامج دراسي معتمد من قبل الجهات المختصه في بلد المنشا وهي جامعه معتمده، وان يكون الجامعه للجامعه ايضا حرم جامعي. نعم. وموجوع اربع اللي هو حرم جامعي في هذه ومركز طبي ايضا. ان تكون اللغه مخصصه في بلد المنشا سواء لغه البلد او اللغه العالميه هي اللغه الانجليزيه، وهذه شروط وزاره التربيه والتعليم في الموقع. للاسف هذا ما كان موجود سابقا يوم كان سنه 2010، هذا موقع تو مستحدث اليهم جديد، فهذا البرنامج تعترف فيه. سعاده النواب احنا الحين امام موقفين، امام موقف من مجلس النواب وموقف طبعا وزاره التربيه والتعليم. انت حضرتك تقدمت بهذا المقترح بصفه الاستعجال بشان اعتماد شهادات الطلبه المتخرجين من الجامعات الصينيه، ولكن تم رفض هذه باجماع المجلس في نفس الجلسه، تم رفض هذه المقترح. وبيان الوزاره كذلك وزاره التربيه والتعليم اكد ان هؤلاء الطلبه لم يبتعثوا الى هذه الجامعات. فهذه الموقفين يعني اتوقع انه يدفعون باتجاه يعني عدم الاعتراف بهذه الشهادات الجامعيه. اولا اخي الكريم بخصوص مجلس النواب، قبل ان اطرح في مجلس النواب اجتمعت مع الاطباء واهاليهم في مكتبي بمنطقه البديع، وطرحنا عده الامور، كان بحضور الصحافه المحليه وهي السلطه الرابعه التي سلطنا الضوء مباشره بعد اجتماعنا اليوم الاخر مطالبه معادله شهادات الاطباء، وايضا طرحنا مناشده الى رئيس الوزراء لاحتضان هؤلاء الشباب الذين اليوم اثنوا في دراستهم واجتهدوا وحصلوا اكبر المعدلات اليوم اللي هم راح يخدمون بلدهم. نعم. ثانيا نتكلم عن مجلس النواب، مجلس النواب مجرد طرحت هذا الشيء بصفه استعجال واي قضايا تلامس المواطن دائما استخدم الصلاحيات واستخدام ادواتنا في مجلس النواب وطرح بصفه استعجال. كان الحضور من الساده النواب كان العدد 23 في جلسه مجلس النواب، وليس هو بالاجماع رفض هذا الشيء. نعم. كان العدد 11 اللي تم الموافقه من النواب و12 تم اللي هو الامتناع او الرفض من الاخوه. نعم. هل ما تم دراسته في يعني هل يعني ذكروا النواب ان هذا الموضوع يحتاج الى دراسه واعاده طرحه مره ثانيه للمجلس؟ للاسف بعض الاخوه النواب اعتذروا ايضا بعد الاستعجال في طرح ان اليوم احنا اللي قاعدين نطرحه عن ابناء الوطن. نعم. لا نطرح عن منطقه على حساب منطقه اخرى، هؤلاء الشباب اليوم اللي تخرجوا راح يخدمون البحرين، للأسف اللي استخدموا الصلاحية بعض الأخوة النواب هي استعجال في حق أبناء الوطن. نعم. علي يعني خلينا نتأكد الحين، أنتوا حصلتوا على بعثة أم منحة؟ طبعا احنا أغلبنا لأن معدلاتنا في 90 فنحصل منح مالية من وزارة التربية والتعليم بمقدار 400 دينار سنويا. نعم. تمام إنزين علي، فيعني إحنا أيضا من خلال المقابلة أثارت أستاذة هنادي نقطة كانت تقول إن في حالة حصول الطالب على منحة فإن دور الوزارة يكون دور توجيهي إرشادي فقط، ولا نلزم الطلبة بأي نوع من اللي هو طبعا الناس ما نقول فرض جامعة دون الأخرى، وفي حال أنهم اختاروا جامعة غير موصي بها من قبل وزارة التربية والتعليم فإن الطالب هو من يتحمل مسؤولية اختياره. هل أنت عندك علم بهاي الشيء علي؟ طبعا احنا في البدايه لازم نعرف هل احنا توجهنا لوزاره التربيه والتعليم سالناهم عن الجامعات الموصى بها او لا. فاحنا من البدايه قمنا بدورنا توجهنا لوزاره التربيه والتعليم وسالناها، وهي بدورها اعطتنا هذا الموقع. ف ذكرتوا لهم اسم الجامعه اللي تبون تفتحون فيها في الموقع تقصدين؟ لا، لأن رحتوا لهم هناك المركز، قعدتوا معهم. إيه بس اثرتوا اسم الجامعه. صحيح احنا ذكرنا لهم اسم الجامعه، لكن في النهايه قالوا احنا نعتمد إذا كانت هي موجودة في الجامعات الموصى بها في التعليم العالي المملكة العربية السعودية إذا إحنا ما عندنا مشكلة معها. نور حصل معك نفس الشيء؟ نعم نفس الشيء. نفس الكلام إنه إذا كان معتمد من التعليم العالي السعودي فإذا معتمد من بعد. ايه. طيب حاولتوا إن أنتوا تروحون مثلا تجتمعون معاهم تقعدون معاهم تناقشون ذي الموضوع وياهم نور؟
احنا رحنا كلمناهم كذا مره وكانوا يقولون لنا دائما ان احنا ننتظر ان احد يتخرج من الجامعه عشان احنا نعترف فيها. ولما تخرجوا هما ما صار الاعتراف، صار شلون عفوا يعني شلون ينتظرون احد يتخرج من الجامعه؟ لا هي اوريدي معترف فيها في السعوديه بس انا للحين ما في احد بحريني يتخرج من الجامعه، فما يصير انهم يعطوني قرار ان الجامعه معترف فيها. نعم. فينطرون ان احد يتخرج عشان عقب يتم الاعتراف. نعم. هل هذا معيار يعني اصيل يعني عفوا بس ساعه النوب، هل هذا المعيار بان انا انتظر الطلبه يتخرجون من الجامعه عشان اعترف؟ مو المفروض انا اعترف بالجامعه حتى قبل؟ للاسف اخوي الكريم احنا لاحظنا ايضا للاخت هنادي الحدي بعض الكلام متناقض ايضا اللي طرحته في تلفزيون البحرين بدون اي مستندات او اوراق ثبوتيه، وايضا قالت ان الطلبه ايضا غير مؤهلين باي صفه. للاسف قسم يعني تهيئ الطالب الى الجامعات العريقه، واليوم تتكلم عن هؤلاء الطلبه اللي درسوا المرحله الثانويه وجابوا اكبر المعدلات من هالمعدلات اليوم اللي احنا نتكلم فيها. هل الاخت هنادي تتكلم عن 98 من وزاره التربيه والتعليم معدل 98.5 غير مؤهل؟ بالتاكيد هم جميعهم يعني طلبه متفوقين وفوق ال 90، لذلك هم حصلوا هذا. لا بس يعني الكلمه اللي قالتها اليوم يعني مثل ما قال الاخ تحس في نفس الطلبه. اليوم عندنا بلد المليار، بلد اللي هي جمهوريه الامبراطوريه الصين، اليوم 27 طالب اللي تخرجوا حاليا وما زالوا بعض الطلبة على قيد الدراسة، 27 اليوم عندنا في بلد المليار، 7 من الطلبة في لوحة مرتبة الشرف بامتياز من أبناء مملكة البحرين، هذه الجزيرة الصغيرة اليوم 7 من الطلبة من 27 طالب مرتبة الشرف في الجامعات الصينية، وهذه الجامعة من 1902 تتكلم عن ما قبل الدراسة في مملكة البحرين. بس التوضيح يعني سالة النائب، هي قالت أنهم غير قادرين، ليس يعني خلينا نقول انتقاصا من درجاتهم أو أنه مثلا من تفوقهم، غير مؤهلين، غير مؤهلين وغير قادرين باعتبار أنهم سووا عدد من الامتحانات مع هيئة تنظيم المهن الصحية، ونتيجة هذا الامتحان أنهم أخفقوا فيه لتقريبا 3 مرات. راح مسامحة بس فبرا. نعطيكم هذا المستند اللي يثبت أن تقول أن الأخوة غير مؤهلين. هذا الأخ علي عبد اللطيف، هذه أختام وزارة الصحة، 5 استشاريين في وزارة الصحة في خلال عام واحد حصل على امتياز. سألتنا بس ممكن تخلي الورقة بس تجاب الكاميرا. هذه من وزارة الصحة. نعم. تثبت بأن الطلبة بامتياز مع مرتبة الشرف خلال عام من تقييم أداء وزارة الصحة في مملكة البحرين. هذا أخذ أحد النموذج اللي عندي من أعداد الطلبة. إضافة بسيطة على مسألة الأهلية دائما تنطرح وإحنا نقدر نرد عليها بشكل. أولا إحنا دخلنا في إحدى مستشفيات مملكة البحرين في سنة الامتياز وحصلنا على رسائل توصية، لدينا مجموعة منها هنا نقدر نعرضها. هي طبعا هي احضر بس حاول ترفعها شوي علي عشان يكون واضح. وهذه بس تشرح طبعا هي مجموعه من الرسائل التوصيه اللي توصي بان هذا الطالب هو طالب في هذا القسم، اجد، اجتهد، قام بالدور اللي المفترض يقوم به، وكذلك عنده نولج في هذا القسم. من وين التوصيات هذه يعني؟ هي من استشاريين في اقسام في المستشفى اللي تدرب اللي مارسته فيها سنه الامتياز. عندنا حاليا يؤخذ بها بالطبع، لكن احنا بعد عندنا يعني من وزاره الصحه في مملكه البحرين يعني اللي عرفته يعني ساعه النوب، انا قاعد اشوف امامي للامانه قاعد اشوف ادله كثيره اللي قدمها اخونا علي واللي قدمته ساعه النوب. يعني هذه الادله يعني ما تدفع القضيه يعني بان يتم حلها في النهايه، خصوصا يعني عند مجلس النواب ما ممكن انه يعيد مجلس النواب طرح هذه القضية مرة ثانية، وتحتاج إلى تأني بدل ما يكون يعني بصفة استعجال إلى تأني أكثر وإلى يعني دراسة أكبر. أخي الكريم بالعكس إحنا راح نطرحها، وإحنا ما زالت الحين موجودة في قسم التظلمات في مجلس الوزراء. نعم. وأيضا موصى بها من سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان في المتابعة للملف وإيجاد حلول. اليوم إحنا عندنا مشكلة لازم نوجد لها حل، سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، لأن اليوم ما في مشكلة ما يكون لها حل. وإن شاء الله نتمنى، وإحنا من قيادتنا الرشيدة اللي دائما تحث في الاستثمار في العنصر الوطني وهم دائما محور التنمية وهم صمام الأمن في هذا البلد، فنتمنى أيضا أن تكون مناشدة اليوم إلى سمو رئيس الوزراء في إنصاف هؤلاء الأبناء اللي راح يخدمون مملكة البحرين في الأول والأخير. لو بنلاحظ اليوم أيضا حتى الحكومة اليوم
تكون محاسبة من السلطة التشريعية في إهدار المال العام. يعتبر أنت اليوم إذا ما تقيم هذا المعدلات وهذه الشهادات، فليش كانت هذه المنح تصرف في غير محلها؟ ليش كانت أيضا هذه المنح وعلى علم وزارة التربية والتعليم للأسف الشديد سنويا على علم بأن الدراسة موجودة في الصين وتنزل في حسابات بنكية إلى كافة الطلبة سنويا؟ وين الإرشاد اللي كانت تقول وزارة التربية إحنا نرشدهم؟ ولا الإرشاد السنوي في خلال الست سنوات. ثانيا اليوم احنا نتكلم عن طلبة يعني بهذه المعدلات في جامعة عريقة ومعتمدة من الدول الغربية، وأيضا معتمدة في إحدى الشهادات اللي هي مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان وفي الإمارات أيضا في كل الدول موجودة، وأيضا بما فيه المملكة العربية السعودية احتضنت العام السابق نفس الخريجين من الجامعة الصينية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً اتجهوا اليوم بعض البحرينيين أن راح يزاولون المهنة في سلطنة عمان وفي المملكة العربية السعودية. يعني ممكن هذه الشهادة تشقلهم برا البحرين في دول معترفة؟ أي طبعاً ممكن. طبعاً هل إحنا اليوم نخلي أبناء الوطن يهاجرون البلد عشان تحتضنهم مستشفيات في دول مجلس التعاون والبحرين؟ المفروض هي في حلول يعني تطرقت لها. على مسألة الامتحان، هل إحنا قدمنا ولا ثلاث مرات؟ طبعاً لا، لم يتاح لنا الفرصة، ولدي دليل. أنا حاولت أن أسجل الامتحان في مملكة البحرين وتم رفضي بسبب عدم وجود المعادلة، فكيف أنا رسبت ثلاث مرات في الامتحان؟ يمكن البعض منكم يعني أنتوا الآن كنتوا حوالي 20 خريج أو 23 خريج، ما حد قدم على الامتحان. 27 كلنا عندنا نفس موضوع المعادلة، إذا ما حد استطاع أن يقدم الامتحان أصلاً. طيب الآن إحنا في مشكلة علي، يعني مثل ما تفضل سعادة النائب، إحنا أمام مشكلة وانتم فيها الضحيه. صحيح. زين الان احنا نحتاجنا نخرج بحلول. من ضمن الحلول اللي تم طرحها كانت تقول استاذه هنادي نور، انا بوجه لك السؤال، ان الخريج خلي يعطونا حلول من عندهم، يعني خليون عندنا ويعطونا مجموعتهم احنا بننظر في امرهم. هل حاولتوا ان انتم مثلا تروحون تتواصلون مع جهه معينه، مؤسسه تعليميه معينه، يحاولون مثلا يزيدون لكم ساعات، يسوون شيء؟ شوفي انا ما تخرجت معاهم، انا اهم يعني دشوا سنه الامتياز واحنا انحرمنا من سنه الامتياز. ما امتحنتوا اصلا؟ ما دخلنا سنه الامتياز اساسا، لان احنا تونا خريجين 2017. فهي نقطه جدا سيئه حقنا، لان كل طلبه الطب اللي تخرجوا من الصين ومن من كل الدول دخلوهم سنه الامتياز، واحنا حرمونا من هالشيء بسبب ان انتم تنتسبون لهذه الجامعه. اي نعم. يعني فإذا يعني علي بخلي السؤال عندك، أنت يعني أتممت سنة الامتياز. صحيح. وحصلت على شهادة أن أنت فعلا تستحق بجدارة أن أنت تمارس مهنة الطب. زين، وفوجئت أنت بالرفض من قبل وزارة التربية بمعادلة شهادتك. صحيح. الحل مثلا من وجهة نظرك الآن؟ الحل كما ذكرت الأستاذة هنادي بأن الحل يكون مصاب الطلبة. في البداية نريد تشخيص حقيقي إلى المشكلة إلى أسبابها. احنا شلون نقدر نحل مشكلة أسبابها غير واضحة أصلا؟ يعني أنت لما تذكر لي أنا أجيب الحل، ما عندي مشكلة، أنا راح أجيب لك الحل، بس أولا حط لي ألف باء تاء أن هذه المشكلة هذه أسبابها، وأنا بدوري مثلا في مواد ناقصة أنا راح أتممها، في شيء ناقص في سنة التدريب أنا راح أتممها. في الإشراف العلمي علي، كان كنتوا تخضعون للإشراف العلمي في الصين؟ إيه؟ نعم. أنا عندي صور إلى عميد الكلية، عميد الكلية في نص الفصل يمر على المستشفيات اللي فيها الطلبة المعتمدة من قبل الجامعة، وهو بنفسه يقوم بدور الإشراف على الطلبة في الامتحان، وفي نهاية السنة يتم تكريم أفضل الأطباء المتدربين في جمهورية الصين الشعبية، ومن ضمنهم بحرينيين في أربعة من أفضل الأطباء، وطبعا أنا حصلت على أفضل طبيب متدرب كذلك في 2016. يعني كل هذه خلي الصورة ثابتة بس علي، الله يعافيك، الجماعة يبون يأخذونها عدل الصورة. شرح لنا الصورة. طبعا هذه الصورة فيها مجموعة من الطلبة المتدربين، من ضمنهم أربعة طلبة بحرينيين في عام 2017، ويكرمونهم عامة إلى أفضل الطلبة اللي يلتزمون بشكل كبير في الأقسام ويمارسون المهنة بشكل. فتح الكتاب عدد. طبعا هذه الصورة، الصورة الثانية إلي أنا في عام 2016. تم تكريمي بحصولك يا أفضل. بس علي يعني أنا هم 100 طالب طبعا حاليا موجودين يمكن في حدود 26-27، لكن يوجد هناك تقريبا. انا بس نقطه ثارتها نور يعني شدت انتباهي، انت قلتي حرموك من سنه الامتياز. احنا لنا تخرجنا سنه عقبهم. اي فهم على اساس انه كانوا بيعترفون بالشهاده فدخلوهم، ولما احنا جينا قالوا لنا نفس الشيء، احنا رحنا وقدمنا كل اوراقنا وقالوا لنا نطروا شهر 7 بنرد عليكم، اذا بندخلكم
سنة الامتياز في السلمانية. نعم. نطرنا نطرنا ما وصلنا أي رد، رحنا راجعناهم كانوا يقولون لنا دائما نطرة ونطرة وإحنا ما نطرش لكم إيميل أو مسج. هذه مشكلة كذلك. اللي زالوا عفواً اللي زالوا يدرسون يعني هل هم يعني أو السبعين طالب اللي لحين ما تخرجوا هل لا زالوا يدرسون في الصين؟ لا زالوا يدرسون. على نهاية السنوات. يعني نقدر نتوقع الحالة النفسية. حالة نفسية يعني. كلنا الضرر النفسية خصوصاً إحنا إن كلش ما دخلنا حتى سنة الامتياز انحرمنا منها. كم سنة درستوا من؟ ست سنوات يكلف الطالب سنويا من سكن من رسوم الدراسة وكل مستلزماته السنوية ما يقارب 6,000 دينار. في 100 طالب تتكلم اليوم عن 3,600,000 دينار. أيضا الوزارة اليوم اللي صرفته من 400 دينار سنويا في خلال 6 سنوات لها 100 طالب 240,000 دينار. هل هذه الأموال ترمى بالرغم اللي صار في يعني خلينا نقول يعني الشباب اللي تخرجوا قبل يعني وانهم تفاجئوا وانصدموا بان ما تم عدل شهاداتهم ما تم استدعاء الطلبه الاخرين ما استدعوا لا زال يعني يصرف لهم هاي المشكله اللي يعانون منها ان مثل ما قالت ايضا الاخت ان سنه امتياز للبعض والبعض لا توجد سنه امتياز في تضارب المشكله اليوم ما في لوائح وارشادات دليل ارشادي في وزاره التربيه والتعليم للاسف مفقود المفروض اليوم الطالب في المرحلة الثانوية بعد تخرجه يكون كتيب أيضا وموقع إلكتروني كتيب يوزع على كافة الطلبة الخريجين من الثانوية دليل سنوي إرشادي للجامعات وللتخصصات الموجودة والمتعارف عليها. نعم. أما اليوم الطالب بتقول إحنا غير مسؤولين هو ينظر لأي تخصص إحنا راح نعطيه منحة وإحنا ما نكون مسؤولين عنه. نعم. هاي مشكلة يعاني منها كل مواطن اليوم. نور يعني الآن أنت خريجة حديثة أو قبل نقول لها أنت ما قدمتي أصلا سنة الامتياز عندك ما قدمنا في تواصل بينكم وبين الطلبة هناك في الصين إيه نعم هم وايد قاعدين يحاتون قولي لنا يعني لدرجة أثناء تواصلكم معهم شنو الأشياء حاليا اللي أنتم تحسون فيهم ما قاعدين نحس بولا شيء لأن هم أساسا ما قاعدين يعطونا حل يعني ما قاعدين يعطونا لا حل حق المعادلة ولا حل إن إحنا نقدر نروح نكمل برا مكان ثاني يعني اللي في الجامعة هناك في الصين ما يقدرون يروحون جامعة ثانية لأن ما يقبلون إن يعادلون المواد صعبة خصوصاً اللي حين وصلوا لرابع خمس سنة شون إنهم يردون ويعيدون من البداية من الصفر هذا شيء مستحيل إحنا بس بعد يعني كونكم يعني حالياً أنتم متبنين القضية يعني وممثلين عن هؤلاء الطلبة إحنا بعد ودنا نطمنهم أكثر ولا زال الموضوع يعني يخضع للدراسة مجلس النواب كذلك موجود مكتب سيدي سمو رئيس الوزراء يعني نبي نطمنهم بعد نبي نقول لهم كلام طيب بحيث انه لا يحاوتون يعني وان شاء الله ان الموضوع خصوصا انهم على اخر السنوات طبعا على تواصل معهم يعني اي طبعا على اخر السنوات يعني بعضهم خلاص وصل السنه السادسه سنه خامسه ما يصير تقول لي خلاص وقف لا صحيح. تواصل طب علي اذا مثلا وزاره التربيه والتعليم اعطتكم مجموعه من الحلول قالت لكم مثلا ان تاخذون مقررات زياده او ان انتم تلتحقون بفصول دراسيه هل ممكن هذا الحل يرضيكم علي طبعا في البدايه خلينا نكون واضحين هل الوزارة طبعا ما طلبت المستندات اللي تنقصها هذه أنا كنت أذكر هذه النقطة وصار وقتها أولا هي لازم تطلب المستندات من الجهات المسؤولة في جمهورية الصين الشعبية في اللي هي الجامعة وعن طريق الملحق الثقافي إذا طلبت المستندات وجدت فيه نقص إحنا مستعدين إن نسوي أي شيء إحنا طلبنا المستندات بجهد منا إحنا كطلاب بس طبعا ما راح تقبل فيها الوزارة على اعتبار بأن لازم تكون جهة رسمية هي اللي تطلبها فإحنا كذا مرة طلبنا من الأشخاص المعنيين هذه الأوراق الأشياء اللي تحتاجونها وطلبوها من الجامعة وهي راح توفرها إليكم ما عندها مشكلة فأنا أعتقد بأن تشخيصي إلى المشكلة هو ضعف التواصل ما بين إحنا والوزارة وضعف التواصل ما بين الوزارة والجامعة في تحصيل الأوراق اللي تحتاجها يعني حل المشكلة أصلا هو بسبب ضعف التواصل لا نقص في عدد الساعات ولا اختلاف في محتوى بيننا وبين الطلبة اللي يدرسون باللغة الصينية الطلبة الصينيين يدرسون نفس مقرراتكم إيه اللي يدرسونهم هم الأساتذة الصينيين اللي يدرسونا كلية واحدة احنا بتأكيد. هم يدرسونهم باللغة الصينية واحنا يدرسون خلنا أرجع بس للبداية شوي لما في بداية اختياركم للجامعة ما قالوا لكم الوزارة بأن اللي اخترته والجامعة تعالوا وقلونا شنو اخترته ولا بس خلاص 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 اختيارك للجامعة ما حد مسؤول عنك بعدين خلاص انت من تختار الجامعة ما حد تصير مسؤوليتك انت مسؤول مسؤوليتك ايضا تعقيبا على كلام الاخ علي ايضا السفارة متواصلة معاهم دائما بالايميلات وشنو احتياجاتهم وشنو متطلباتهم يعني في متابعة حثيثة سواء كانت من وزارة التربية والتعليم او من السفارة في جمهورية الصين وايضا اليوم احنا اللي بنتكلم عن دراسة الاطباء في الصين احنا ننظر ايضا لخمسه استشاريين اللي قلنا احنا تكلمنا عنهم من ساعه ان تقييمهم واستغراب وزاره الصحه
إلى عدم معادلة الأطباء رغم حصولهم على امتياز من 5 استشاريين من الأطباء والطبيبات في مستشفى السلمانية. كم مجموعهم اللي حصلوا يعني إشادات أو اللي حصلوا توقيعات من المستشارين أو الاستشاريين عفوا؟ احنا طبعا عدد كبير ما عدا مثل ما قالت الاخت اللي 2017 ما تم دخولهم لسنه الامتياز. عدد كبير، وهذه تقييم 1، تقييم 2، تقييم 3، كل التقييمات اللي موجوده في المستشفى السلماني. طبعا اللي موجود عندنا هاي مجرد نسخ، احنا موجود عندنا اعداد كبيره طبعا. مثلا انا عندي مثلا 2-3-4 توصيات من المستشارين في مستشفى السلماني، يعني زملائي البقايا 9 اللي دخلنا سنه التدريب كل واحد عنده، فاحنا قاعدين نبرز لكم فقط نسخ الى كل طالب تقريبا. اضافه الى ذلك، يمكن هاي النقطه ما ذكرناها، احنا قدمنا الامتحان رخصه من وزاره المهنه السعودي ونجحنا فيه مجموعه منه في السعوديه، نجحنا ولم يتح لنا الفرصه بان نقدم امتحان رخصه البحريني، فكيف يحدد اهليتنا؟ طبعا اهليتنا تحدد بالامتحان. صحيح. انت اعطني الفرصه ان اقدم الامتحان ثم قل لي بانك غير مؤهل، يعني مره مرتين ثلاث. في ناس مثلا من جامعات اخرى مثلا محليه ساعات يترددون في تقديم الامتحان، وهذا الشيء يعني طبيعي لكل طالب، ما تقدر تخلي الكل في سلة واحدة. صح. يعني في ناس من جامعة مصر أو الأردن أو غيرها يرسبون في الامتحان، وهذا شيء طبيعي. نعم. يعني أنت ما ستقول كل 100 طالب اللي تخرجوا من الصين هذا كلهم مو زينين، أو كل دليل طلبة زينين اللي متخرجين من البحرين، هذا خطأ أنك تحط الكل في سلة واحدة. أنت راح تخسر الكفاءات. مثلا إذا كان في 70 طالب، في 40 طالب منهم ممتاز، تقول كلهم هذا ما راح نعترف فيهم، خسرت 40 طالب من الكفاءات. صحيح. حرمتهم من الفرصة أن يزالون عملهم اللي يبون يسوونه. أنا صراحة ما أجد نفسي حاليا أني أكون غير طبيب. نعم. يعني حتى لو ما أتيحت لي الفرصة هنا راح أختار مكان ثاني. نعم إن شاء الله راح تتاح لك الفرصة. شكرا جزيلا. نور، يعني بصراحة إحنا اليوم في لقاء مفتوح معاكم، وأنتوا أقرب وأصدق من يمكن أن يوصل رسالته للجهات المعنية. فأنا بختم فقرتي معاكم بكلام برسائل من عندك يا نور ومن عندك يا علي، وطبعا بعدين معك سعادة النائب. نور، شو الرسالة تحبين توجهين؟ أنا بالنسبة حقي أنا أشد أسمو رئيس الوزراء إنه ينظر حال حق موضوعنا، إنه حرام إحنا وايد قاعدين نتضرر نفسيا، إن إحنا حتى انحرمنا من أبسط حقوقنا، إن إحنا بس ندش سنة الامتياز. هاي شيء وايد مهم بالنسبة حقنا. هاي الأوراق اللي في يدك شنو نور؟ أشوف المساحة أنت ملخصتها. ملخصتها. نقط أنا ملخصتها عشان أتكلم فيها عن اليوم. قلتي كل اللي عندك، كل اللي في قلبك طلع. الشيء الوحيد المهم عندي انه اقوله انه يحاولون انه يدخلونا سنه الامتياز، لانه حرام احنا وايد قاعدين نظلم، واحنا نحتاج نعرف خبره البحرين، لان الخبره اللي عرفناها في الصين اكيد مفيده بس غير عن في البحرين، غير لما عم نطبقها في البحرين في المستشفى في البحرين. في الاخير احنا بنشتغل في البحرين ما بنشتغل في الصين. نعم. انا متاكد انه في من زملائي اشخاص راح يعطون البحرين من نفسهم. أنا أعرف طالبة ممتازين في دفعتهم ولا بعدها، ناس حاصلين على درجات 98، فأنا أتمنى أن يعطونهم الفرصة كذلك مثل ما أعطينا وأعطيت إلى غيرنا. وكذلك طبعا أنا أتمنى من الجماعة حتى اللي موجودين في اللجنة بأن لا يعتبون علينا، هذا شيء مس مستقبلنا ومو شيء بسيط. طبعا احنا قاعدين نتكلم عن 6 سنوات من دراسة، جهد، مال، وكذلك كل شيء يبذل في هالوقت. ساعات نسهر لأربع الفجر عشان امتحان. أكيد الله يعينكم، تخصصكم مكان سهل. شلون تجي بعد 6 سنوات تقول لي وقف أنت مو معترف فيك؟ هذا طبعا يحس في نفسي أنا ويحس في نفس كل الطلبة، هذا شيء مو سهل يعني. فمن كذيهم لازم يعذروننا الأشخاص اللي في اللجنة، هذه رسالة إليهم. وأنا مو قصدي أحد من الشخصيات، بالعكس أنا دافع عن قضيتي وقضية الطلبة، وأتمنى إن شاء الله نوجد حل في القريب العاجل بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. إحنا بعد نتمنى أن فعلا يكون هناك حلول ترضي جميع الأطراف، وفي النهاية إحنا ما نبيكم أنتم تتضررون، لأن أنتم جيل المستقبل، أنتم جيل البحرين اللي إحنا إن شاء الله راح نعتمد فيه عليكم. وإذا إحنا عندنا جيل تكفؤ بهذا الشكل وقادر على أنه يدرس وفي وسط ظروف صعبة وفي ديرة بعيدة بكل الظروف اللي مريتوا فيها، ما شاء الله عليك يعني قدمت لنا صور فعلا أثبتت كفاءتك وجدارتك في هذا المكان. فإحنا نتوسم خير إن شاء الله في كل الجهات المعنية اللي قاعدة تنظر الآن في أمرنا. طبعا شكرا لك سعادة النائب جلال كاظم على هذه المبادرات اللي تسويها عشان الطلبة، طلابنا يستاهلون، طلبة البحرين، وهم طبعا قبل ما يكونون طلاب فهم عيال البحرين، البحرين ما ترضى عليهم. نحب نختم لكم إذا أمكن أن احنا مبادرتي دائما اللي أطرحها في مجلس النواب أو أناشد رئيس الوزراء، دائما رئيس الوزراء مستمع إلى أبناء الوطن ودائما يوجه الجهات المعنية لكافة القضايا التي تلامس المواطن وحلها في أقرب فرصة. فإحنا إن شاء الله نناشد رئيس الوزراء من هذا المكان،
حق أبنائنا الطلبة اليوم أن تكون لهم حاضنات واستثمارهم الاستثمار صحيح، وما في مشكلة ما في لها حل في مملكة البحرين، ودائما قيادتنا الرشيدة عودتنا على إيجاد الحلول وإيجاد الفرص. واليوم عندنا برنامج تمكين أيضا كان سمو رئيس الوزراء في 2015 أدخلنا مع برنامج تمكين 56 من أطباء عن برنامج تدريب لمدة 5 سنوات وتصرف لهم رواتب، واليوم قاعدين يخدمون البحرين في كافة المستشفيات. وهذه هي البادرة اللي نتمنى أن تكون تحت مسمى تمكين، ويكونون يدخلون تحت التدريب ويكونون يعملون يخدمون بلدهم إن شاء الله. أكيد هذه طبعا كلنا نتمنى هذا الشيء. في ختام الفقرة كلنا نتمنى من طلبتنا المستجدين وأولياء أمورهم أن يكونون على وعي بالجامعات اللي راح يلتحقون فيها في خارج البحرين، خاصة لأن حسافة تضيع سنين من عمرهم على جامعات شهادتها غير معترف فيها. ونتمنى من وزارة التربية والتعليم وهي مو بمقصرة في الموضوع زيادة الحملات التوعوية في هذا الجانب، خاصة مع نهاية كل سنة دراسية. ونتمنى أن فعلا يصلون لحل مع الطلبة الحاليين اللي درسوا في الصين. فاصل وراجعين لكم. تتابعون بعد الفاصل مقترح بلدي لإلغاء الإشارات الضوئية. بعد ما عرضنا قبل شوي فقرة عن الوثيقة الجديدة للزواج واللي تم تقديمها خلال ندوة أقامها الاتحاد النسائي البحريني، اللي مثل ما قلنا تعطي الزوج الحق أنها تطلق نفسها بنفسها لما يوصل الحال بين الزوجين إلى استحالة الحياة فيما بينهم. وسمعنا معاكم رأي الشرع والدين مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود، وشرفنا أن المجلس الأعلى للمرأة أيضا كان يتابع البرنامج، ومشكورا حبوا أنهم يعقبون على هذا الموضوع. معنا على الخط المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري. مساك الله بالخير دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا ومساء النور للأخوة المشاهدين. دكتور، شنو رأيكم أنتم في المجلس الأعلى للمرأة حول ما تم إثارته؟ أنا صراحة حبيت أولا أن نعمل يعني تصحيح للخبر الذي عرض بشأن هذه الوثيقة. يعني هي مبادرة من الاتحاد النسائي، وتم التفاكر مع المجلس الأعلى للمرأة بشأنها بالتأكيد، ونظرا لاختلاف وجهات النظر بيننا ترك الأمر لتقديرهم وتعديلهم في هذه الوثيقة. إذن هو تفاكر وليس تأكيد أو تأييد؟ طبعا لا، تفاكر كان فقط، وتبادل وجهات نظر من حيث التعاون القائم بين طبعا نحن المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني. طبعا أنا أضيف هنا أنه نحن بالنسبة للمجلس الأعلى للمرأة سبق وأن عدل الوثيقة ويراها مناسبة كما هي حاليا، ولكن إذا يعني لزم الأمر ممكن أن تعدل في ضوء قانون الأسرة الموحد. صحيح. طيب دكتور، يعني هل من الممكن أن مثل هذه الأمور اللي تم طرحها في الوثيقة أن يتبناها المجلس لاحقا؟ المجلس الأعلى للمرأة ملتزم بما ورد في قانون الأسرة وبلائحة المأذونين الشرعيين وتعديلاتها، وبالتالي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. صحيح. فهناك بالتأكيد شروط يمكن للمرأة أن تضعها في عقد الزواج أو الرجل، يعني كلا الزوجين، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويتفق طبعا مع قانون الأسرة الموحد. نعم دكتور، يعني إذا كنت متابع معنا الاتصال مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود كان يقول أن الحالات اللي حطوها في الوثيقة أساسا القانون يمنح الحق للمرأة، يعني عالج مثل هذه الحالات بدون الحاجة إلى إثارة هذه البنود في الوثيقة. فهل نعم تفضل. آسف. طبعا نحن يعني من ضمن الأمور اللي كانت فيها ملاحظات على هذه الوثيقة عندما تفاكرنا بشأنها، يعني كان أن هي فيها كثير من التعقيدات وكثير من الشروط وكثير من البنود، فلدرجة أنني يعني حتى قلنا يعني هذه وثيقة زواج وليست يعني كما يقال يعني كتاب، أو يعني كانت جدا متشعبة ويعني بشكل كبير. نحن يعني ننطلق من مبدأ مهم، الالتزام بقانون الأسرة الشرعي الذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومن هذا المنطق أي شرط يمكن أن يضعه الزوجين يجب أن يكون ضمن هذا السياق، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. صحيح. الأمر جدا واضح، وقانون الأسرة بيّن حقوق الزوجين
وواجباتهم المتبادلة. فنحن طالما أن وثيقة الزواج ضمن هذا النطاق فهذه لا يعني لا 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 مانع. ولكن أعود وأكرر أن كان هناك اختلاف في وجهات النظر فترك المجلس الأعلى للمرأة أمر تقدير التعديلات ووضع الوثيقة لأصحاب المبادرة. ونحن بالنسبة لنا طبعا هذه الوثيقة وثيقة الزواج سبق وأن تم التعديل عليها قبل المجلس الأعلى للمرأة وهو يراها مناسبة كما هي الآن. وإذا لزم أي تعديل في المستقبل طبعا سيكون كما قلت بضوء قانون الأسرة الموحد. شكرا لك طبعا سيادة المستشار القانوني المجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد ولي المصري على هذه المداخلة. ونشكر أيضا المجلس الأعلى على سرعة تجاوبه على مثل هذه الفقرات ومتابعته لها واللي دائما ما يقصر في تجاوبه مع كل شيء يخص المرأة. وأكيد شكر خاص الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وعلى تجاوبها الدائم معنا. بسام طبعا ننتقل الآن من موضوع وثيقة الزواج والحيثيات والأمور اللي وردت فيها إلى موضوع ثاني أعتقد أنه ترى بعد وايد مهم. أكيد بالطبع يعني بعد هذا الاتصال إحنا بنتقل للفقرة الأخيرة لبرنامجنا اليوم. وهذه الفقرة طبعا أو الموضوع إحنا بنتكلم فيه الناس دائما تهتم له كثير يعني لأنه موضوع يمس حياتهم ويمس خلينا نقول تنقلهم اليومي. إحنا اليوم بنتكلم عن الازدحامات لكن في نطاق معين. وايد ناس يعني طبعا يشتكون من الازدحامات اللي تصير بسبة سرعة تحول الإشارات المرورية من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر خاصة في أوقات الذروة وفي مناطق محددة. بعض الناس حزات يقولون يعني يا ليتنا تمينا في الشغل لما خف الزحمة لأن الوضع بالنسبة لهم ممل خصوصا في منطقة أو في العاصمة المنامة. المشكلة بسام أن قبل يمكن كنا نقول في منطقة معينة الحين الازدحامات طالت جميع المناطق بس يمكن في مناطق يكون فيها الازدحامات بشكل أكبر. وعلى هذه الطاري طبعا ذكر عضو المجلس البلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الخامسة السيد أحمد الكوهجي قدم مقترح يقدم بديل عن الإشارات الضوئية وتحديدا في الشوارع والتقاطعات الرئيسية. والهدف من ذي كله تخفيف المعاناة اللي قلت عنها قبل شوية بسام وتسهيل انسيابية حركة المركبات في الشوارع المزدحمة. وهذا الشيء راح يطبق وفق تخطيط منظم وبدون إشارات ضوئية. أنت متخيل الموضوع؟ يعني أنا أميل صراحة لهذا المقترح وايد خصوصا يعني لأن إحنا قمنا صدق نعاني من مشكلة الزحمة خصوصا في عدة مناطق. وانا بتكلم اكثر يعني عن المنطقه الشماليه يعني استاذي الكريم لو تكلمنا اكثر عن هذا المقترح. طبعا اشكركم اول شيء بادئ ذي بدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم اشكر تلفزيون البحرين وزاره الاعلام على اتاحه الفرصه. يعني احنا كمجالس بلديه هي نقول لها شراكه مجتمعيه. طبعا الشكر هنا اول يعني باشكر القياده الحكيمه على دعمهم المستمر للمجالس البلديه. والمجالس البلدية لا شك هو مشروع جلالة الملك الله يحفظه يعني حق مملكة البحرين وتخص المواطنين. المجالس البلدية في عندنا اللي هو مرسوم بقانون 35 سنة 2001 المادة 19 تعطي المجالس البلدية يعني الحق في يعني اختصاصاتها وتقديم مقترحات تخص الأمور الخدمية اللي هي مثلها الطرق مثلاً على سبيل المثال. وموضوع محورنا اليوم الطرق خصوصاً الطرق السريعة ولا الطرق الداخلية ولكن الطرق السريعة احنا طبعاً موضوعنا اليوم عن الطرق السريعة ولا التقاطعات اللي فيها إشارات ضوئية. طبعاً المقترح اللي قدمناه يعني في المجلس البلدي قدمناه في لجنة الخدمات أنا قدمته شخصياً ولجنة الخدمات درسوه تروحوا للجنة العامة بعدين يرفع للاعتياد إن شاء الله الأسبوع القادم ومن ثم إلى سعادة وزير الأشغال يعني وبيصير تصويت عليه على أساس يعني يدرسون المقترح هذه. وإن شاء الله المقترح هذه يفيد مملكة البحرين وليس بس المحافظة الشمالية. أستاذ أحمد يعني إحنا من البداية لما كنا نقول إن مقترح بإلغاء الإشارات الضوئية أول ما بنسمع ذي المقترح يعني عنوان بتبتدي مجموعة من التساؤلات تجي في بالنا فيا ريت تكلمنا عن طبيعة هذا المقترح. لا أختي الفاضلة يعني بالنسبة هو مو إلغاء للإشارات الضوئية ما نقدر نلغي الإشارات الضوئية عشان كذي أنا بستوضح من عندك فكرة يعني تصحيح للمعلومة هو هاي النظام ممكن احنا نستخدمه في بعض التقاطعات اللي ممكن نستخدمه وليس كل التقاطعات لان هاي يعني هاي النظام هو نظام سلس طبعا يتميز
بالحركة والانسيابية يعني وعدم تكدس السيارات في عند الإشارات الضوئية مثل ما قاعدين نشوف الحين نظام حر هو نظام حر نسميه يعني فيها انسيابية وما فيها وقوف للسيارات ولا تكدس للمركبات مثل ما يحصل احنا نشوفون في كثير من التقاطعات تصير في البحرين اليوم. لو تسمح لي بس استاذ احمد احنا قاعدين نشوف مع مشاهدينا مجموعه من الصور اعتقد ان هي يمكن تعزز الكلام اللي حضرتك قاعد تقول لنا الحين. بالضبط. تفضل. فهذه التقاطعات يعني احنا في مجموعه من التقاطعات يعني مثل كوبري الجنبيه، كوبري القدم، كوبري شارع سمو ولي العهد وفي بعض الكباري يعني ممكن حتى هذه النظام استخدامها في الطرق السريعة الحديثة عندنا المدينة الشمالية عندنا المدينة الجنوبية يعني في تطور هائل قاعد يصير في مملكة البحرين بالنسبة للطرق يمكن هذا الفيديو اللي قاعد نشوفه الحين يوضح الصورة أكبر أستاذ الكريم هو مو إلقاء إشارات أو تقريبا إلقاء إشارات لكن يعتمد على تصميم هندسي معين ومناطق محددة طيب أنت هذا المقترح يعني بناء على شنو يعني شنو الدراسة اللي تم احنا طبعا جراحة. السبب هو شنو السبب اول شيء يعني زياده السلامه المروريه لان مثل ما تعرف اخوي بسام ان الاشارات الضوئيه يعني ممكن تسبب حوادث لا سمح الله وخصوصا يعني عندنا مثلا تخطي الاشارات كثير من الحوادث المميته تصير في تخطي الاشارات بالاضافه الى يعني توفير الوقت والجهد بالنسبة للسائق، السائق بيوصل يعني أو المستخدم الطريق بيوصل إلى مكان عمله أو مكان اللي بيروح له بوقت محدد. فهذه قلل من وقت الانتظار. بالإضافة إلى يعني زيادة السلامة المرورية خلينا نقول. عدم تكدس المركبات عند هاي التقاطعات. والضوضاء وغير ذي وتقليل التلوث البيئي حتى، لأن حتى يعني دراسة حديثة وتقنيا وعلميا ثبت ان المركبه اذا واقفه نسبه التلوث تزيد في الهواء صحيح. واذا المركبه تسير النسبه تكون اقل فهذه اسباب كثيره يعني صحيح احنا اليوم نتكلم عن الطرق فمعناته ان مثل هذه المقترح في جهات معينه يجب ان تتبنى ايضا فكره هذا المشروع فهل تم التنسيق فيما بينكم بين مثلا وزاره الاشغال بالضبط اختي رقية احنا طبعا بالنسبه كمجلس بلدي لما نقدم المقترح نقدمه كمشروع مثل ما قلت لكم سابقا ان يعرض على لجنه الخدمات مثلا هاي المشروع لجنه الخدمات ثم اللجنه العامه ثم الى الاعتيادي وبعدين تصويت على اساس يرفع كتوصيه لسعاده الوزير وزير الاشغال طبعا احنا بالنسبه حتى للمجالس البلديه يعني الباقيه مثل الجنوبيه وامانه العاصمه ومجلس بلدي المحرق في تعاون مستمر بيننا وبينهم ولكن احنا نحبذ ان المشروع بعد ما تم الموافقة عليه ويعني على الأقل أنه يكون في نوع من شيء رد إيجابي نحصل من وزارة الأشغال بعدين ممكن إحنا نجلس مع الجهات المعنية والمجالس البلدية الثانية ونبت في الموضوع أكثر إحنا لو بنشوف الأشكال الهندسية اللي شفناها يعني أعتقد رقية إذا توافقين الرأي يمكن هاي أشكال جديدة علينا في البحرين نعم. تجربة جديدة علينا صح. يعني هل هذا المشروع ودكم تنفذونه في مناطق معينة في تقاطعات معينة لو تذكرها لنا والله أنا مثل ما قلت لك أخوي بسام عندنا كوبري مثلاً القدم اللي هو عقب مجمع السيف هني في مشكلة صايرة هني خصوصاً هذه الدوار الصغيرة صايرة تحت الكوبري مسبب أزمة صراحة صحيح. فهني إحنا ممكن هذه يصير في تطوير ممكن عندنا دوار مثلاً الجنبية ممكن عند تقاطع الجنبية ممكن عندنا تقاطع مثلا او كوبري شارع سمو ولي العهد وممكن عندنا كوبري مثلا مدينه عيسى فعده والتقاطعات ايضا وليس الكباري بس صحيح. يعني التقاطع اللي عند التلفزيون الحين بعد في تقاطع هنا عندكم صوب مركز الاحصاء فهذه ممكن هاي التقاطعات وبعدين يعني لو تلاحظ انه ما فيها جسور كباري واعمده وتكاليف زايده فيها رام في الأطراف رامب من ذي الجهة ورامب من ذي الجهة وإحنا بالكويت أنا صراحة مريت على شارع من الشوارع كان في نفس شو اسمه ذي نفس التقاطعات اللي هي بدون إشارات ضوئية والمشروع طبعا إحنا شلون الفكرة ياتنا سلمك الله المشروع إن أنا شفت في يعني أبحث في شو يسمونه أسوي ريسيرش في اليوتيوب والجوجل هذه طلعنا إن يعني نظام سلس للإشارات بدل الإشارات الضوئية فشفنا هذه
وفي مهندس في السعودية جزاه الله خير، مهندس يمني كان هو مقترح الفكرة في السعودية. أنا في السعودية اللي الحين صراحة ما شفت في مناطق، بس ممكن أن في بعض المناطق الأخرى فيه، بس في الكويت فعلا شفت أنا. نعم أستاذ أحمد، يعني مثل هذا المشروع تطبيق يحتاج مثل ما قلنا إلى ميزانية، يحتاج إلى تخطيط، فهل هذا الشيء ممكن يكون فقط لي خلينا نقول مناطق جديدة باعتبار تحتاج إلى تخطيط؟ هو طبعا أفضل المناطق الجديدة أن التكلفة بتكون أكيد أقل. تقريبا إيش كثر الميزانية اللي؟ والله بالنسبة لل يعني لهذه يعني ما أقدر أعطيش أرقام بالنسبة للمبالغ إيش كثر التكلفة، لازم نقعد ويا وزارة الأشغال ونشوف. بس أنا يعني كرأيي أنا الشخصي من ناحية النظرية، أنا أعتقد أن تكلفتها ممكن تكون أقل من عمل هاي الكباري والجسور الكبيرة والشغلات هذه، لأن هذه فيها أعمدة خرسانية وايد. نعم. فالعمد الخرسانية مكلفة جدا. وبالإضافة للإشارات الضوئية، ناهينا عن الإشارات الضوئية. الإشارات الضوئية إيش كثر صيانة يبي لها؟ الصيانة يبي لها، لا سمح الله صار في حادث شايف الإشارة، استبدال الإشارة هي مكلفة. فهذه إحنا نوفر مال بعد. ممكن استخدامها طبعا يعني في بعض التقاطعات في المستقبل، ولكن يعني إحنا نقترح على وزارة الأشغال وعلى رأسهم سعادة وزير الأشغال، وصراحة وزارة الأشغال جدا متعاونين ويانا كمجالس بلدية، يعني من الوزارات اللي يعني ما مقصرين، والجهات المعنية كلها. وانتوا لا شك ان المقترحات اللي تقدمونها لا شك انها مدروسة من قبلكم كعرب. نعم. لكن في النهاية احنا لازم نرجع لآراء المختصين بالضبط اكثر. المهندسين ايش رايهم في المشاريع؟ احنا طبعا ما يعني ما اخذنا الرأي الهندسي للحين والفني، احنا نقدمها كمقترحات نظرية. نعم. بعدين احنا نقعد مع وزارة الأشغال، وأن لما نبعث هذه وسعادة الوزير يعني يرد علينا، بالعكس يرد علينا وفي ردود إيجابية، في مقترحات تقبل، في مقترحاتهم عندهم رأيهم وعندهم أسبابهم. نعم. فإحنا بالعكس إحنا هذه بنطرحها وبن يعني بعد الاعتيادي الأسبوع القادم إن شاء الله، وبيصير في تصويت وتوصية. نعم. حق سعادة وزير الأشغال ويدرسونها هم، يشوفونها من الأمور الفنية والتكاليف والموازنة وإلى آخره. بس مثل ما تفضلتوا أن الشوارع الجديدة والطرق السريعة الجديدة هي بتكون أولى لتطبيق هذا النظام. نعم. سيد الأستاذ أحمد، اليوم في توافق بينكم وبين المجالس البلدية الأخرى بخصوص هذا المقترح؟ هذا المقترح طبعا لا، لأن احنا قدمناه من المجلس البلدي الشمالي. احنا طبعا مثل ما قلت لكم احنا في تنسيق بيننا وبين المجالس البلدية، ولكن احنا في البداية إذا حصلنا رد إيجابي من وزارة الأشغال بعدين نقدر احنا نقعد مع المجالس الثانية على اساس ما نسبق الاحداث مثل ما يقولون. فخلي وزارة الأشغال يردون علينا ويقولون لنا ردهم الفني، وبالنسبة الى الامور الهندسية الباقية طبعا هم عندهم مهندسين ومختصين، وممكن احنا بالعكس يعني هاي نوع يعني مثل مقترحات اللي تقدمها المجالس البلدية نوع من الشراكة بيننا احنا يعني ناس منتخبين من قبل الشعب والمواطنين. نعم. وبالنسبه للاجهزه الرسميه. نعم. وفي بالعكس في تعاون كبير بيننا وبين وزاره الاشغال والوزارات الاخرى ايضا. نعم. يعني احنا الحمد لله في مملكه البحرين ولله الحمد وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات القياده الحكيمه عندنا ولله الحمد يعني تعاون وتنسيق مستمر بيننا وبين وزارة الأشغال والوزارات الأخرى أيضاً. نعم. أستاذ بتقديرك يعني إيش كثر هذه المشاريع لو تم تطبيقها؟ خلينا نقول في معظم مناطق البحرين خصوصاً المناطق اللي تكلمت عنها. نعم. إيش كثر راح يحد من مسألة الازدحام؟ يعني أخوي بسام أنت بروحك تشوف يعني حالياً الازدحامات، والأخة ترقاي قالت ازدحامات مرورية بشكل خانقة. يومي وخانقة. وفي كثير من الأوقات احنا قلنا أوقات الحين وقت الذروة، ما تعرف وقت الذروة، كل الأوقات صارت وقت الذروة. صحيح. ما تعرف. يعني حتى أيام المناسبات الأعياد الناس بدأت ما تطلع، صراحة البحرينيين غالب قالوا ما نقدر نطلع، يتمون بيت الأهل. لكن احنا لا، احنا أقول لكم المملكة البحرين بيكون فيها تطوير هائل للطرق، وإحنا قعدنا مع وزارة الأشغال وفي دعم من القيادة الحكيمة والدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الله يحفظه رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات. وإحنا التقينا بسمو رئيس الوزراء الله يحفظه وتكلمنا في مواضيع كثيرة، وحتى وزير الأشغال كان حاضر وأكد على دعم الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة للمجالس البلدية وخدمة للمواطنين والوطن. وإن شاء الله المشاريع جاية. نعم ممكن تأخذ وقت شوي بسبب الموازنة والدعم. نعم. وإلى آخره،
لكن المشاريع ولها الأولوية طبعاً في طفرة تحتية بالطبع طفرة كبيرة بتصير في البحرين. على طار الطفرة أستاذ أحمد، يعني ممكن البحرين تتحول إلى خط واحد، يعني من البحرين نوصل من الرفوع نوصل المحرق، من المحرق نوصل منه. والله بقول لك أختي رقية، يعني أنا بالنسبة إلى نظام المواصلات في البحرين، إحنا أنا حلمي أنا هاجس عندي هذه، لأن أنا سفراتنا أنتوا سافرتوا أكيد رحتوا برا وشفتوا الهاجس اللي عندي أنا، حتى يقولون لي كل مرة أنت يا كوهج تقول الترام أو المترو، أقول لهم نعم الهاجس مالي، يعني أقول إن شاء الله نوصل لهاي المرحلة في البحرين، مملكة البحرين، وبإذن الله بيصير، لأن في إن شاء الله يعني الحكومة جادة في هالموضوع إنه يكون في نظام مواصلات ذكي في البحرين، تقليل تلوث بيئي عندنا رهيب من السيارات، عدم السيارات، الازدحامات المرورية، وهالمشاريع مكلفة أصلاً للجسور والطرق. لو إحنا عندنا نظام سلس ونظام ذكي للمواصلات، أنا شي حدني أنا أستخدم سيارتي مثل أوروبا. يعني اليوم أنا بروح المطار مثلاً، شي من سار ممكن أنتقل من محطة إلى المطار، وفي محطات فيها وقوف، وفيها نظام اللي يسمونه هذه الشتل باس والباصات المتنقلة في القرى، ممكن توصلنا للمناطق هذه. مفروض يعني أنا من وجهة نظر يعني إن أي مشاريع مستقبلية على صعيد الطرق، على في مجال الطرق، إنه يتم التركيز على المواصلات العامة بالضبط، مثل الباصات بالضبط، مثل حتى المواصلات يعني البسيطة مثل الدراجات النارية، مثل بالضبط، حتى السياق الهوائي. يعني بقول لك أخوي بسام، إحنا يعني لابد إن إحنا حتى كبحرينيين كمواطنين لازم نغير نظرتنا للطريقة الحالية التقليدية، ان لازم انا اروح بسيارتي وانا طيب انا في دبي استخدم مترو، مترو نعم، استخدم باصاتهم، باصاتهم جدا محترمه وراقيه. نعم احنا لو اذا جربنا يعني بدنا التجربه في البحرين نظام المترو او الترام بالاحرى الترام، وسوينا نظام الباصات، هاي الباصات صار فيها تطور طبعا الحين، يعني وزاره المواصلات يعني جزاهم الله خير مع احد المستثمرين عندنا الباصات يعني الجديدة اللي فيها تنقل وفيها واي فاي وفيها شغلات، لكن احنا ليه حنا نبي نظام يكون متطور اكثر. نعم. اللي هو الترام، وان شاء الله هاي الترام يعني نشوفها على ارض الواقع في البحرين. نعم. واذا الله حيانا ان شاء الله واعطاكم ويانا الصحه والعافيه طولة العمر، اني اليوم اللي نحتفل فيه هني في التلفزيون. نعم. نقول لكم أن تحقق هاي الشيء بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. صحيح. وأنا أتوقع يعني بسام أن الآن المعيار اللي يحدد مدى نجاح وتقبل فكرة أن أنا أغير من وسيلة إلى وسيلة ثانية، الزمن اللي يأخذ لي في الوصول للوجهة اللي أنا أبيها. بالضبط. صح. بالضبط. بالتأكيد يعني أنت تطرقت لمثال مترو دبي، يعني مثال جميل صراحة. نعم. يعني معروف الوقت اللي انا بطلع مثلا هالوقت ووصل في هذا الوقت. بالضبط. نتمنى بالفعل ان احنا يعني نشوف هذه المشاريع اللي تكلمت عنها، نتمنى ايضا احنا بعد رجعين نغير نمط شوي تنقلنا. نعم. اذا ان شاء الله صار يعني في اذا تم تقليل زمن وحسينا ان فعلا روحتنا بالباص بيصير. احنا سوينا تجربه حتى في البرنامج العام الماضي، يعني جزاهم الله خير، يعني وزاره المواصلات مو مقصرين، يعني يعني تم يعني وضع مشروع صراحة رائد وعلى مستوى عالي صراحة، يعني من الخدمات اللي قدمها مواصلات النقل العام حاليا، لكن لازال يعني في تحدي في مسألة الوقت، لأن لازلت يعني لازلت أروح بسيارتي أسرع بكثير من أن أنا أركب النقل العام. في ناس يحبون أيضا بعد بسام يستخدمون السياكل يعني. نعم. بس أن في مشكلة تحدنا في جوزين في البحرين ممكن درجات الهوائية، بس الجو أستاذ أحمد، وحتى ما في يعني خلينا نقول ما في تراك خاص، تراك أو ممر خاص، ما في رصيف، ممكن هم يستخدمون. نعم. الدراجة حتى حق المشي حتى بعد بالضبط محتاج. يعني احنا صراحة في البحرين الحين يعني أقول لك يعني مقارنة مع بعض الدول، احنا الحمد لله يعني طرق وايد فيها تطور صار، وفيها صيانة دورية. نعم فيها مشاكل بعض المناطق، يعني لو تجي منطقتنا احنا مثلا في منطقة الشمالية وخصوصا الخامسة، في مناطق طينية، الأرض طينية، فوزارة الأشغال صراحة ما مقصرين. وأنا هني يعني نصيحة للمواطنين، أرجو منهم أن يقللون من تسرب المياه من المنازل. عندنا الطرق يعني يمكن طلعنا من الموضوع شوي، لكن هذه بس توجيه حق إخواني المواطنين وخواتي، أن يعني تقليل تسرب المياه من المنازل. نعم. رش المزروعات
تنظيف المنازل، نعم هذه حاجة ملحة، لكن أن أخلي المنطقة تصير مثل أنهار هذه يسبب تلف للأسباب. احنا اليوم يعني قاعد نتكلم عن مشروع انت يعني اللي تقدمت فيه المقترح، هذا مقترح رائد وان شاء الله احنا نشوف تنفيذه على ارض الواقع. اذا كان بالفعل يعني راح يحد مسألة الازدحام المروري، ما قصرت عضو مجلس البلدي احمد الكهجي عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. شكرا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نلتقيكم باكر ان شاء الله في نفس الموعد ومواضيع جديدة تهمكم ان شاء الله. تصبحون على خير. تصبحون على خير.